الفل يا كمان ده حبيبي والله. وانت بس انا بخاف منك لما بتعمل كده. اه والله لان اخر مره عملت شعرك، اول مره في حياتك عملت شعرك ما انت حبيبي بدي دماغك. اه والله بس انا المره دي عملتها ودعيت من ربنا ما ياخدش حد فربنا يسترها. انت قلت لي حاجه الصبح والله من امبارح، انا النهارده كنت بكتب العربيه وانت قلت لي ايه؟ قلت لك انا هموت، قلت لك تخاف من الموت، قلت لك وانا طالع بمنظرين اجي تاني يعني. والله حقك على الناس يا حبيبي انت اهم حاجه والله. نورت مين النهارده؟ جيم جيم مين؟ حاج جمال يا حاج جمال. ما هو الجدع بتاعك جيم حاج جمال يا ابني. نور يا حاج جمال. محمد السالم يا ابو سكه مانجا. الله المانجا. الله عليك. والله يقول لك لوجي يا احمد. لا اللوك. لا اللوجي. لا يقول لك اللوك بتاع اللوجي حلو. لوجي ثاني. هو قال هو احمد عبد الله شحاب. انت لوجي. من الاخر. سامع جيمي؟ كمل يا ابني. ايه يا مالك؟ لا انا منبهر بيك النهارده. والله يا نجم والله انا لازم اطلعك من يعني لازم اخليك عايش جو ممتع وفضل مستمتع. سلام زي الفل. دكتور اسنان دخل علينا. دكتور اسنان بيقسم. انت شنو ستايل عرفتك؟ ستايل ايه بس؟ ده هو مسرح شعره بفلاية ولابس نظارة النجم. ايه رأيك في النظارة بتاع السنة؟ والله خدها. خدها. قوم خدها. تعال دي خلي شوفه هو على وجهه. امسح بس عشان لا بس البسها. خلينا نشوف هيخلص الفيديو. هو قال لي شوفها. الله اكبر. شوف اللي شايف ده راجع. الدراجة. ايه الجمال ده؟ ايمن اللوكي بحلاته الجديدة. ايمن شوف انتظروني بول قريبا في دبي. الله اكبر. الله اكبر. حق دبي معايا. انتظروني. ايمن اغانيكم اغنية يلا. مر كل ليها بس. ايوه. ابو سالم انا ولا انت؟ انا وانت واحد. يلا. مر كل ليها بس. ابو سالم بس. هو اساس. الله عليك. هو اساس الرجولة. الله. هم يطلعوا مين؟ مين؟ دول كانوا في سنة أولى. أولى. تبع والشباب اللي يسوقون بسرعة. صباح الخير عليكم. ما انا قلت صباح الخير. انا قلت صباح الخير عليهم برا مشهور. يلا. سوق على مهلك ترجع سليم لأهلك. اه. لكل الشباب اللي بيسوق. ما تسوقش على مهلك تجيب الكافية لأهلك. وسواق البوز عبوز وسواق القطش ما يتعوضش. الله عليك يا بلبل. الكلام ده حكم بلبل. كل يوم حكمة. الكلام ده مدروس. اه. واللي قدامه طفحة يغير الصفحة. ماشي. وكل يوم وعده وانت في حكمه. كل يوم حكمه يا بلبل. حكمه اليوم. اه ايه كده بكره ياخد الحكمه الثانيه. يلا ماشي. سلام. السلام عليكم. شكو ماكو. شكو ماكو. ايش اخباركم؟ بس التسريحه مسوي لقطه. لا تسريحه من الضفاق. تسريحه من الضفاق. ايه يا نجم انت استحميت؟ انا عملت الشغل. بدي اسالك سؤال حمود. سؤال حمادة. هذا ايش يعني لك؟ هذا بلبل المساحة. يعني لوكي. لو بلبل. لوكي تمام. لوكي انت نص اللي عندك كله بهاء. ما اللي سرت معك؟ شطر وزربة. عين مش مظبوط كده. ليه؟ الوقت كل لك الشحات ده في دبي هو شكله تركي. مين تركي؟ سرمت زبيب والله. عندهم مصر سرمت يعني جزمه.